أتمنى أول ما يرجع بصري أنه أشوف قبة الإمام الحسين وضريح الإمام الحسين. اسم سجاد ليث الطائي، مواليد 2005، من سكنة محافظة الناصرية. تعايشت ويا الحالة من كنت يعني طفل صغير، وأنا ولدي الضرير، فالعوائق موجودة بحياتي ولكن متعايش وياها بالإصرار والعزيمة. يعني بالإضافة إلى خدمة الإمام الحسين ضافت له هواي شغلات وخلتني أكون أوعى وأقوى من أنه إعاقة بصرية تأثر على حياتي وتوقفني عند شيء معين. كان عمري 6 سنوات أو 7، كان يمنا موكب حسيني، كان جيراننا الله يذكره بالخير ويوفقه أبو مصطفى محمد ستار، فساعدني هواي بقضية الحسين. هو كان الداعم الأساسي لي، هو وأكيد أهلي موجودين، ولكن هو اللي كان يجيبني من إيدي ويصعدني على المنبر، وكان يقول لي احفظ هاي القصيدة واليوم تأدي هاي القصيدة. بداياتي أنا كنت أسمع السيد جاسم الطويرجاوي، السيد الصافي، فكنت يعني كلش احب النعي وقراءتي بالنعي. فمره من المرات اجت السيده الزهراء عليها السلام لوالدتي بالمنام، قالت لها كل مجلس وكل قراءه يقراها سجاد يقرا ذني الابيات: تعالي يا ام حسن يما تعالي، وصاحت تعالي تعالي يا ام حسن يما تعالي يما تعالي، وشوف كربلاء سوت بحالي، يما نبيت وصفة من حسين خالي، واشوف اخوتي مكتل اقبالي، تقلى مو بعيد انا يمك يا زينب مو بعيد، يما مو بعيد، وشفت حسين من حزه وريده. فمن ذاك اليوم انا كل مجلس اقرا اذكر ذني الابيات كرامه للسيده الزهراء. حياتي هي كلها حسين، يعني من ولدت لحد الان انا خدمة الإمام الحسين، أحس بالمحرم يوم يوم وشهر شهر حتى أصعد المنبر الحسين وأقرأ. أغلب الأوقات الخدمة اللي أقدمها هي تصحيح قراءة سورة الفاتحة للزوار. مثل ما تعرفون يعني القراءة سورة الفاتحة مهمة بالحياة اليومية بالصلاة، تبطل الصلاة من دون قراءة صحيحة للفاتحة، فنقوم بتصحيح قراءة سورة الفاتحة للزوار وتقديم هدايا بسيطة. نصيحة أول شيء للأهل أنه الطفل هو صغير يعلمونه على مجالس الحسين، لأنه سجاد اليوم صاروا كثير مثل سجاد أمثالي، صاروا بخدمة الإمام الحسين بمجلس الإمام الحسين. فهذا مجلس الإمام الحسين مو فقط بكاء ولطم، لا، مجلس الإمام الحسين هو أكثر من ما هو عبرة، هو عبرة. فأنصحهم بأنه يخلون الأطفال يحضرون مجالس الإمام الحسين حتى يتربون ويتعلمون من أخلاق أهل البيت. أحس شلون تقول بالفرح قد ما أنا حزنان على الإمام الحسين، ما أعرف شو أقول له، بس أقول له لا تحرمني من خدمتك يا أبا عبد الله. إذا أريد أطلب حاجة من إمامه أروح أزور، أحلفه بالسيدة زينب أسوي مثل ما كان يسوي سيد جاسم طويرجاوي رحمة الله عليه اللي أنا مقتدي به. كان من يريد يطلب حاجة يقرأ للإمام اللي يروح لي: يا حسين جيتك فاجد الراي، أقرأ لذني الأبيات وتنقض حاجتي، لأن السيدة زينب عزيزة على كل أهل البيت. أقلهم خليكم ويا أبا عبد الله الحسين ويا أهل البيت، لأنه هم الدنيا وهم الآخرة وما عدنا غيرهم.